باراس رينو مقدمة في فلسفة هوسرل انغمس في الكتاب نفسه واستوعب معناه وطريقة تجربتنا له. فلسفة تقوم على الحدث. مبدأ مبادئ هوسرل أي حدس أصلي للمانحين هو مصدر حق المعرفة. التبرير النهائي للبيان يكمن في الحدث. يتم احتساب كل الكلمات في هوسرل. هناك إزاحة تدريجية من خلال الاختلافات غير المحسوسة. الارتباط هو ضرورة عالمية بداهة وضرورة أساسية. موقف المرء في حد ذاته من الواقع المطلق هو التحدي. التساؤل هو في الأساس وجودي، استدلال، تساؤل عن الوجود ومعنى الوجود لما هو موجود. محاربة المذهب الطبيعي وفتح الوعي لشيء آخر غير نفسه. يشير هوسرل إلى فرانس برينتانو يصف تجارب الفكر. المثالية الرياضية من تجارب الفكر التي تستهدفها امتداد الحساب للمنطق، ثم من الكائن المنطقي إلى أي كائن ممكن. الرقم يشير إلى حدث نفسي. العلم هو البحث عن من يملك الحقيقة. يجب النظر إلى الحقيقة كدليل يتم الاستيلاء عليها والحدس من وجودها الفعال. المنطق هو نظرية العلم، النظام المعياري. المنطق يقوم على علم النفس، عملية الوعي. رودولف هيرمان لوتزي، المنطق فيزياء الفكر أو لا شيء على الإطلاق. المنطق أخلاقيات الفكر. هدف هوسرل هو شرعية نظرية خالصة مناسبة للمنطق. بالنسبة لهوسرل تشير الفئة أو القانون المنطقي إلى الإدراك. النتيجة الأكثر جذرية هي أن علم النفس هو التشكيك. الشك هو هراء منطقي. كل قول يدعي أن له معنى وصحة. المعنى مقصود يستهدف الشيء. يجب أن يسير المنطق في اتجاه المعنى وفي اتجاه تحقيق المعنى. يلاحظ تران دوكثا وأن هوسرل يقلب التجربية على أرضها. الجواهر هي الأشياء التي لا يمكن التفكير بها بدونها، وبالتالي ما لا يمكن أن تكون بدونه. بالنسبة لهوسرل فإن موضوعية الجوهر تتوافق مع ما يعتقد أنه متميز عن الفعل. تعرف الظواهر بأنها وصف خالص للتجربة الحية التي تؤثر على مكوناتها الحقيقية. التخفيض هو العمل الافتتاحي لعمله. الاختزال هو فعل تفلسف نفسه، فعل يتيح الوصول إلى المطلق. لا شيء يمكن أن يفعل ذلك، إنه عمل غير مدفوع، عمل من أعمال الحرية الخالصة. يرى ميشيل هنري في تحديد هوسرلي للوعي نمطا نموذجيا لما هو وفقا له في قلب التقليد الميتافيزيقي، أي إخضاع الظواهر للتعالي. جوهر التجربة المعاشة هو المؤقت. في جوهرها تتكشف التجربة في الوقت المناسب وتضمن واقعها الخاص وجودها هناك. يندمج وعي الوقت مع وقت الوعي، فمن البداية الزمنية التي يولد فيها وعي الوقت.